تكون بعدها راجلي وقد بي نمشي معك حتى سبع سماوات هذه وانت ما هذه تكون هذه مشكل. هذه يلا اقسم بالله الا انا عيني في الزواج. وامتى غنديروا الحلال؟ غنديروه هنا ولا لهيه؟ واللي بغيتي اللي بالك اللي عجبك ما عنديش المشكل. لو تنهضروا ونتفاهموا. ياك من عصابي لا ولا لا كتضرب؟ بالعكس، لا ما تنضربش، انا كنضرب غير بالقلب. ايوا انا بغينا الرومانسية، بغينا عصا. لا ما تخافيش، رومانسية كل فيها أزمة. قول لي خاطينا أسمح لي خاطينا شنو خاطينا الطلاق داك ديالك الشيء. أنت وشحال هذه باش خديتي الطلاق ديالك أزمة؟ انا خويا في ال... انا تزوج في تزوج في 2010 وخديت الطلاق ديالي في 2014. هذه دابا المدة راه 8 سنين، 8 سنين. اه 8 سنين و4 سنين. وانت شنو سبب الطلاق ديالك أسماء؟ ما تفهمتش معاه، بخيل. ما انا ما كنحملش الراجل البخيل حقه، انا كنبغي الراجل اللي يكون سخي ويكون ظريف. وانا وش انا راه راجلي، انا راه قلت لك شنو كاين. الا احتاج هو شي حاجه علاش لا، لو وقف على شي حاجه انا مرحبا والف مرحبا. غير الانسان ما يكونش بخيل. مرحبا مرحبا. قولي لي تبغيني نخدم ولا ما نخدمش؟ احنا اصلا راه نبقاو خدامين هنا في السعودية بجوج. هذا حل زوين، تعال نديروا لاباس حل مزيان زوين ونهبطوا المغرب مرة، نفتحوا شي صافي مشروع. صافي. مرحبا. مرحبا بك الجنة. ايوا هادشي اللي كاين.